بقول لك ايه يا عواطف؟ يا وليه اسيبك من الزفت ده وخليكي معايا؟ هتعرفي بكره تودي رشد درس لوحدك؟ ليه؟ حسام بعت لي رساله وعايزني اعدي عليه بكره في الشركه. عايزك في ايه؟ هيكون ليه يعني؟ اكيد في شغل جديد. المهم هتعرفي تودي البت وتجيبيها ولا لا؟ يا راجل بطل الهسهس ده، البت كبرت ما بقتش صغيره. ما هي عشان ما بقتش صغيره عندي الهسهس ده، البت كبرت وحلوت وجسمها فار. انا بنتي متربيه احسن تربيه. بس الناس ناقصين تربيه وما عندهمش اخلاق. انت ما بتسمعيش على البلاوي اللي بتحصل كل يوم؟ رشا ناصحه اسم الله عليه. بس البت دي اللي حلتنا. المهم قصري، هتعرفي توديها ولا اكلم حسام يغير الميعاد؟ لا ابوس ايدك. يعني غير الميعاد ايه؟ انا ما صدقت، ده احنا على الحديد. لو اعرف بس بتودي الفلوس دي كلها فين. فلوس ايه يا راجل؟ ده احنا بناخد ملاليم. مصر الكلام، لم ايدك شويه وانا هكلم حسام يزود لنا فلوسنا شويه. طب افتح الزفت.